اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي النجوم. لو اول مره بتشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار كل فيديو جديد. ليما الفيشاوي عن علاقتها بوالدها اسالوا. لا زالت لينا الفيشاوي ابنة الفنان احمد الفيشاوي تتلقى اسئله حول علاقتها بوالدها، خاصة بعدما سبق وأعلنت أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسببه. تلقت لينا أسئلة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستغرام، منها سؤال جاء فيه: هل علاقتك جيدة مع والدك؟ حيث وجه أحد متابعي لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي سؤالا لها عبر ستوري حسابها على إنستغرام يستفسر فيه باللغة الإنجليزية عن علاقتها بوالدها إن كانت جيدة أم لا. وقامت لينا الفيشاوي بالرد على السؤال في استهجان قائلة بالإنجليزية: ربما من الأفضل أن تسأله عن ذلك. ثم تلقى سؤالا آخر: متى ستأتي إلى مصر؟ لتجيب واضعة وجه حزين: لا أعرف. ثم كشفت لينا عن فيلم والدها المفضل لها وهو الحاسة السابعة، وأثارت لينا الفيشاوي حالة كبيرة من الجدل بعدما سلطت عليها الأضواء بعد الرسالة المؤثرة التي نعت بها جدها الراحل الفنان القدير فاروق الفيشاوي قبل أسبوعين، ما جعل الأنظار تتجه لحسابها الشخصي على إنستغرام. وبمراجعة حساب لينا الفيشاوي تبين أنها دشنته في عام 2015، وكانت صورتها مع والدتها هند الحناوي أول صورة تنشرها عبر الحساب الذي لم تتفاعل من خلاله كثيرا باستثناء الأيام الأخيرة التي أصبحت لينا نشطة على إنستغرام. وتبين أيضا أن هناك قطيعة إلكترونية بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوي، إذ لم يتواجد أي منهما في قائمة المتابعين للآخر، على الرغم من أن لينا تتابع عددا من الفنانين المصريين من أصدقاء والدها. لينا الفيشاوي لا تزال متواجدة في بريطانيا حتى الآن، حيث تدرس في لندن، ولم تتمكن من التواجد في عزاء جدها فاروق الفيشاوي بالقاهرة، نظرا لأن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي. وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها هند الحناوي لتدرس في لندن، إلا أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى. وخرجت لينا الفيشاوي ابنة الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن صمتها، وأشارت إلى أنها لم تكن تعلم أن جدها فاروق الفيشاوي في غيبوبة قبل وفاته. وجاء في توضيح لينا التالي: من الصعب علي أن أشارككم، ولكني كتبت هذه القصيدة في نفس يوم وفاة دخول جدي في غيبوبة دون علمي، وعلمت فقط يوم وفاته، وكتبت بها: لا أستطيع إخراجك من غيبوبتك. وكأن قلبي كان يحاول إخباري: رحمك الله يا جدي، كنت أتمنى أن تزال موجود بيننا، أبكي الآن وأنا أتذكر كل ذكرياتنا. وجاء في القصيدة: أقود في الليل ولا أرى شيئا، أشعر بالخوف فألمس يديك باردة مثل الثلج، ولا يقودون أي اتجاه للطريق الصحيح، ويشرق الصباح بوضوح يعمي أعيننا عن الاتجاه، مع بقايا الإحساس بالإحباط، عقلي مشوش لا أستطيع التفكير، أتمنى لو أغرق وأترك نفسي بلا أمل، لا أستطيع مساعدتك وإخراجك من غيبوبتك، محملة بشخصية سلبية، وتوقفت لأشم هذه الرائحة الحلوة للخشب والورد.